عندنا الكتيبة 101 وعندي الفنانة منى زكي إن شاء الله ناوية باش نتبعها، يعني مبرمجة حاجات باش نتبعها إن شاء الله، غير توا ما عنديش الوقت نصلي والدنيا حكاية، نزلت بقدرة ربي ما يوفى رمضان إلا ما نتفرج. كبير قوي باش نتفرج عليه، خاطر تفرجت عليه عامين ولا سنة، عجبتني الممثلة الجديدة اللي في بلاصة دنيا سمير غانم، محليها معناها، دوك باش نعاود نتفرج عليه. معناها نتفرج عليهم الكل، راهو رمضان هذاك عندي مسلسلات، العادة ما نتفرجش، ما في رمضان لازم نتفرج على مسلسلات الكل. نتفرجت في مسلسل تونسي الفلوجة، ومسلسلات مصرية تحت الوصاية لمنى زكي، عندك سوق الكانتو لأمير كرارة، حضرة العمدة لروبي، وكمان في مسلسل الكاتبة 101 لعمر يوسف أسر ياسين. بأني أنا مؤرخة ونقرأ تاريخ ونكمل في التاريخ، مسلسل الشافعي هذا الإمام الشافعي تو نحاول نتفرج عليه باش نعرف شنو هو فيه وشنو الإضافات اللي لازم يقدمها لي المسلسل هذا. سمعت فما مسلسل متاع روبي أنا تعجبني على الأخر متاع حضرة العمدة، مازلت تفرجت فيها ما شفت سيكونس منو ياسر محلي.